المحتوى هو رئيس الجلسة والمركب العادل وجميع أصحابه. أيها العادل وأعزة، أكف أمامكم في هذه الفرصة السعيدة يقدم لكم كلاما عربيا تحت المندوب الحيوانات. أيها الأعزة، الحيوانات هي القوة وليس لهم العقل. يعيش الحيوانات في البحر والنهر. يقسم الحيوانات إلى نوعين، الأليفة والمفترسة. وفي هذا اليوم أريد أن أتكلم عن ثلاثة أمور عن حياة الحيوانات. أولا، الحيوانات المفترسة. الحيوانات المفترسة هي الحيوانات التي تتغذى على فرائس، وسميت بهذا الاسم نسبة إلى الطابقة التي تحصل فيها هذه الحيوانات على طعامها. دبل، تمساحٌ، فيلٌ، أسدٌ، ثعبانٌ، من أنواع الحيوانات المفترسة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب عرف بلقب أسد الله، عرف بأسد الله لأن شجاعته وقوته. يعيش الحيوانات المفترسة في الغابة. لابد نحفظ الحيوانات المفترسة لجيل مستقبل على توازن النظام بيئي. ثانيا، الحيوانات الأليفة. الحيوانات الأليفة هي الحيوانات التي يربيها البشر إما للغذاء أو للتجارة. تشمل الحيوانات التي يتم تربيتها من أجل الغذاء. أما حيث أرنب، الطائر، أديك، وحيصن، هل هذا الحيوانات الأليفة؟ نعم. أما عزو الحيوان أليف؟ أما عزو يعيش في حاجرة؟ وأين يعيش في الطائر؟ الطائر يعيش في قفص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قدمت امرأة في هرة حبست